نص معلقة ممسوحة بالشكل ده، احطها كده. بعد ما سميته كده انا بعرض النبات ان هو يتحرق، فضروري بعد عشان يدوب معايا في المية، هو سريع الذوبان في المية. بس انا كده عملت المعاملات المطلوبة للبروكلي في العمر ده. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة البروكلي عدى على زراعته 66 يوم بالظبط، ففي معاملات مهمة لازم اقوم بيها عند عمر 65 يوم، عند بداية تكون الثمار. هي معاملات بسيطة جدا لكن لابد منها عشان تطلع معايا ثمرة كبيرة وبصحة كويسة. اول معاملة من المعاملات دي هي خربشة التربة. التربة زي ما احنا شايفينها كده مبلطة، زي ما احنا شايفينها كده، احنا لازم نخربش التربة دي بالشكل ده. بسيطة جدا على فكرة عملية الخربشة، عشان نهوي التربة وعلشان التربة كمان تقدر تحتفظ برطوبة المية لأطول فترة ممكنة. بس انا كده خربشت اول نبات بالشكل اللي احنا شايفينه ده. دي كده اول معاملة ببساطة اتعملت. نشوف نبات تاني نفس الوضع، تربة مبلطة جدا. انا بخربشها بالشكل ده من كتر ما التربة مبلطة، الاسيس بيتشد معايا. بعد ما خربشت التربة زي ما احنا شايفينها كده، تاني معاملة هعملها ان انا الفروع القريبة جدا من الارض اللي هي نايمة على الارض انا هشيلها، والفروع الناشفة هشيلها. هنا في فرع نايم على الارض اهو، شيله بالشكل ده وهو مصفر اهو، بدأ يصفر وينشف. الفرع ده برضو اشيله. والفرع ده الفرع ده اشيله. فرع زي ده اشيله برضو.
احاول اشيل الفروع من اخرها ورا زي ده برضو. وفرع زي ده بس. دي تاني معاملة انا عملتها، ان انا قلمت الفروع القريبة من الارض والفروع اللي ممكن تنشف والفروع اللي تعمل زحمة مع النباتات اللي جنبه بالشكل ده. البروكلي في المرحلة دي محتاج يتسمد، فانا هسمده بسماد MBK اللي هو ده 20-20-20. ده سماد MBK متعادل عشرينات. انا هحط لكل نبات نص معلقة ممسوحة بالشكل ده، احطها كده. بعد ما سميته هرويه. طالما حطيت سماد للنبات لازم ارويه على طول. لو حطيت سماد وما رويتش النبات كده انا بعرض النبات ان هو يتحرق، فضروري بعد ما سمده اروي على طول. طبعا انا بضرب الميه على الام بي كي على طول عشان يدوب معايا في الميه، هو سريع الذوبان في الميه. بس انا كده عملت المعاملات المطلوبه للبروكلي في العمر ده. خربشت التربه، قطعت الأوراق الناشفة والأوراق اللي رامية على الأرض، وسميت بسماد MBK متعادل عشرينات، وبعد التسميد رويت. العملية كلها ما خدتش معايا ربع ساعة، وربنا يبارك إن شاء الله، وأشوفكم في فيديوهات تانية بإذن الله.